وفي سياق متصل وبهدف الوقوف عند الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، استقبل وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور وفدا من رجال الأعمال الفرنسيين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. في إطار التطور الاقتصادي ديال بلادنا اليوم كنستقبلوا بعثة من رجال أعمال من فرنسا اللي عندهم رغبة كبيرة في الاستثمار في هذه المرحلة الواعدة ديال التطور ديال بلادنا، وبالأخص ديال التطور في الطاقات المتجددة، وبالأخص في الأقاليم الجنوبية ديال بلادنا طبقا للتوجيهات الملكية السامية. المغرب دخل اليوم في عهد صناعي جديد عنوانه سيادة، واللي كيرتكز على الارتقاء بالمنظومة الصناعية، اللي كيرتكز على اليد العاملة، اللي كيرتكز على الابتكار، واللي كيرتكز على إخلاء من الكربون ديال المنظومة الصناعية.